ايوه جميله، بقاله نص ساعه قاعد مفيش حاجه. لا ابدا لا مفيش حاجه حصلت. طب لو في حاجه هكلمك على طول. يلا سلام. ايه اتنين شاي لو سمحت. انت بتشتغلني عليوة؟ يا فندم انا عايز اعرف دلوقتي حالا ايه موضوع الست اللي انت عايز تتجوزها دي؟ وانت ايه اللي مضايقك؟ مش انت كمان تقدم لك عريس؟ مش جاي لي زفت، ابنك اللي قال لي اقول كده عشان تتنحرف. ابني ما يعرفش يصيح عليا. ايوه ساعتها اقول له على بابا. يعني انت كنت عارف ان مفيش عريس؟ عبد العزيز وهو صغير لما كان يكذب كان استحاله يعرف يبص في عينيا. ايوه لان كنت بقرره من اول لحظه. ولعلمك انا اللي قلت له يبلغ جميل انها هتكلمك في التليفون عشان تيجي تظبطيني مع العروسه الجديده. يعني مش هتتجوز عليا يا عليوه؟ واحنا كنا اتجوزنا اصلا عشان اتجوز عليكي. ما احنا هنتجوز خلاص. أنا عايز أسألك سؤال، كنت هتعملي إيه لو كنت جيتي ولقيتيني قاعد مع العروسة الجديدة؟ ده قبل ما أرمي الشاي المغلي على وشها ولا بعد؟ لا أنا بسأل بس. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.